محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب. لينا أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي إم بي سي عربية. بداية إذا الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول ابتداء من الشهر الجاري، ولكنه تمسك بأن التضخم هو مؤقت أو ترانزيتوري، ربما أضاف بأنه يستمر معنا لمنتصف العام المقبل، ولكنه لا يزال يراهن كما كل البنوك المركزية على أنه مؤقت. ماذا قرأت يعني بما يتعلق بهذا الاجتماع، وما الذي تتوقعونه للفترة القادمة؟ اهلا بك معي. بالفعل يعني هم بدايه تقليص شراء السندات بوقع 15 مليار دولار شهريا سوف يبدا في هذا الشهر، فبالتالي توقعات لرفع اسعار الفائده نتيجه كما ذكرتي انه عم يعتبروا ما زال انه التضخم عابر ومؤقت. سيكون رفع اسعار الفائده في النصف الثاني من عام المقبل عام 2022، يعني هناك عدد عم يتوقعوا انه يكون تثبيت أسعار الفائدة حتى شهر مايو، بيبدأ رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو المقبل، وعدد قليل بنسبة 24% عم يتوقع أن يكون يبدأ رفع أسعار الفائدة في مايو، لكن كل الترجيحات أنه رح يكون رفع أسعار الفائدة بشهر يوليو. وأنا نحن عم ننتظر طبعا يعني بيانات اقتصادية جدا هامة، هي التضخم، المؤشر التضخم متوقع أن يأتي بشكل مرتفع جدا، نحن نتحدث عن 5.8%، فهل كما ذكر عدة مرات جيروم باول بأن التضخم عابر ومؤقت، هل مع ارتفاعات التضخم المتتالية عم نشوفها هل سيكون هناك بداية للحديث عن يعني أنه مع استمرار هل سيصر على أن التضخم عابر أو مؤقت أو نبدأ برفع أسعار الفائدة؟ لأن تقليص برنامج شراء السندات لا يعني تجديد للسياسة النقدية، سوى أنه فقط هو تقليص التحفيز، يعني هناك استمرارية في سياسة التحفيز. فالأسواق تترقب أيضا مؤشر أسعار المنتجين يوم غد الثلاثاء أيضا، وهي من البيانات المهمة اللي عم نترقبها، وأيضا يعني سيكون له تأثيرات طبعا كل ذلك على الأسواق المالية، سواء على مؤشر الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم اللي عم تسجل مستويات قياسية بالفعل. وأظهرت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة بيانات جدا إيجابية وأكثر من التوقعات، فهذا طيب لينا دعينا نتحدث أيضا عن بعض البيانات الاقتصادية الصادرة من اقتصادات أخرى، وتحديدا بما يتعلق بالاقتصاد الصيني. كان قد سجل ارتفاع بالفائض التجاري ل 84 مليار دولار، كان عندنا ارتفاع بالصادرات، برأيك كيف يرى المستثمر هذه البيانات في ظل رحلة التعافي من تداعيات كورونا؟ بالفعل يعني اتساع الفائض التجاري كما ذكرتي باكثر من 84، وايضا يعني تقلص الفجوه الفائض بين الولايات المتحده الامريكيه نتحدث ب 40، يعني هذا الفائض التجاري يعتبر امر جيد، لكن اذا نظرنا الى نمو الاقتصاد الصيني سواء بالربع الاول ارتفع ب 20%، بالربع الثالث ب 20% يتخلله الربع الثاني كان ب 1.2%، هذه الارتفاعات يعني هي تعتبر جيد لكن ليست بهذه الإيجابية، تظهر بعض الضعف. إذا نظرنا إلى الأرقام بالفعل الفائض التجاري، نحن عم نشوف الارتفاعات في الصادرات بأكثر من 27%، إذا قارناها بسبتمبر عم نتحدث نحن بأكتوبر بأكثر من 300 مليار، لكن في شهر سبتمبر عم نتحدث بأكثر من 305%، يعني على أساس شهري في تباطؤ. أيضا نظرنا للواردات، هناك جاءت أقل من التوقعات بأكثر من 20%، أيضا هناك تباطؤ إذا تحدثنا 215 مقارنة بشهر سبتمبر عم نتحدث بأكثر من 239، فبالتالي هنا عم بيدل في تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهناك مشاكل ما زالت عم بيشوف تأثير أيضا انتشار فيروس كورونا. إذا نظرنا إلى يعني معادلة الفائض التجاري أيضا إذا إلى الواردات، فهو أيضا ارتفاع أسعار الفحم التي ارتفعت بشكل كبير شكلت الواردات من الفحم بنسبة 96%، فإذا نظرنا إلى بالرغم من أنه تراجع أسعار الفحم من ذروته القياسية عم نتحدث الآن عن تقريبا عن 155 دولار للطن المتري بالنسبة للفحم، فبالتالي هناك عم يظهر أنه ما زال هناك
تباطؤ في الواردات، نعم، وتباطؤ في تباطؤ في التعافي الاقتصادي الصيني، بالخلاف ايضا عن ازمه ايفرغراند التي ما زالت ايضا تخيم على الصين وانتشار فيروس كورونا، فبالتالي له تاثيرات عم نشوفها وتباين على اسواق الاسهم الصينيه. نعم، شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محلله ماليه في إكويتي جروب.